الأفلان يساند الحراك الشعبي مساندة مطلقة، هذا ما أعلن عنه منسق هيئة تسيير حزب جبهة التحرير الوطني معاذ بوشارب لدى ترأسه اجتماع أمناء محافظة الحزب بالعاصمة. فالشعب قال كلمته كاملة غير منقوصة، وأبناء حزب جبهة التحرير الوطني يساندون مساندة مطلقة هذا الحراك الشعبي. الاجتماع تخللته بعض المناوشات بسبب الاختلاف في وجهات النظر وفي تحديد المسؤوليات بالنسبة لوضعية الحزب بعد الحراك الذي عرفه الشارع مؤخراً. ما يسمحناش تاريخ أننا في هذا الوقت بدأت ننسحبوا على الشعب أو ننسلخوا من الشعب. على هذا الأساس كاين هذا عدم المفاهم، عدم التفاهم، اللي قد في نهاية المطاف نتفق أننا نكون لاصق بهذا الشعب الجزائري. كاين خلافات، ما نقولش ما كانش خلافات، ما نقولش ما كانش تقصير، ما نقولش ما كانش تجاوزات، اي انسان يعمل يخطأ، ولكن كي توصل لواحد النقطه تجمد هذا كل تجمد باش نقدروا نمشيو. لو كان جينا نحاسبوا نفوسنا ما نطلقوش. مشرب نفى في رده عن سؤال لاحد الصحفيين الانتقادات التي طالت مؤخرا الافلان. كل شعب انت من تقول جبهة الشعب الجزائري عمره ولا قرني ضد الافلان. وروح شوف الناس اللي تكلم عن الافلان. الاجتماع بأمناء المحافظات كان فرصة لبوشارب للدعوة في الأخير للجلوس على طاولة الحوار للوصول إلى الأهداف المرجوة وفق خريطة واضحة.